جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من المملكة الأردنية الهاشمية الطفيلة. رسالة بعث بها مستمع يقول محمد أحمد القرارعة، يقول: هل ترك الأضحية مع المقدرة حرام؟ وهل تجوز الشاة التي أخذ من قرونها، هل تجوز أضحية أو لا؟ الأضحية سنة، سنة مؤكدة وليست واجبة، والسنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا هو تعريف المستحب، ومن ذلك الأضحية فإنها سنة، فمن فعلها فله أجر وثواب عظيم، ومن تركها فلا حرج عليه، فليست واجبة على قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح. وأما ما يجزئ في الأضاحي فإنه يشترط فيها أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، من الظأن ما تم له 6 أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن الإبل والبقر ما تم له 5 سنين، وكذلك اشترط أن تكون سليمة من العيوب المضرة بلحمها أو المضرة ببدنها، لأن يكون بدنها فيه نقص كالعرجة البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تنقي، والكبيرة الهرمة. وأما ما أخذ من قرونها أو آذانها فإن كان أقل من النصف فإنه لا يؤثر على إجزائها، ما كان أقل من النصف فإنه لا يؤثر على إجزائها، تكون صحيحة ومجزية. وأما إن كان أكثر من النصف فإنه لا يجوز التضحية بها لأنها ناقصة الخلقة. نعم.